مين بقى اللي بيعمل الكلام ده؟ يعني احنا ما احناش السبب، احنا ما كانش لينا دعوه باي حاجه من دي خالص. الدول الصناعيه الكبرى هي اللي تسببت في المشكله دي، واحنا اللي واخدين يعني مبادره الأثار. شديده جدا وواخدين الاثار وتبعات هذا الموضوع، واحنا شايفين بقى فيضانات وحرائق في الغابات هناك، يعني ما بين بقى مشاكل كبير جدا، وفي نفس الوقت احنا بنحاول ان احنا نعدل ونرشد ونطور في استهلاكنا ونستخدم وسائل اخرى نظيفه. هل الجميع مجبر على استخدام وسائل نظيفه وان هو يقدر يتعامل في الفتره القادمه بالشكل اللي المفروض تكون كل الناس بتتعامل بيه، ولا في الاخر برضو البعض لن يستخدم هذه الوسائل؟ شوف يا فندم، هو بالنسبه لنا احنا عندنا مشكله مع الدول الكبرى دي، لان هي يعني كان مره الرئيس السيسي كان قالها في مؤتمر قبل كده، قال انتوا ظلمتوا افريقيا مرتين، تحديدا افريقيا، لان افريقيا تعتبر القاره الاكثر تضررا من التجارات الملكيه. طبعا. فانت ظلمت افريقيا امتى؟ ظلمت افريقيا لما خدت الموارد الاول عشان تعمل الثوره الصناعيه بتاعتك وتعمل التطور الاقتصادي اللي حضرتك حققته وتاخد كل الثروات لمصلحتك ولمصلحه دولتك وتلوس للبيئه وتلوس للهواء، وعايزني انا النهارده كافريقيا ادخل في هذا العمل او في هذا الشان، اعمل مشروعات مناسبه او مطابقه لمواصفات البيئه عشان خاطر اعملها، وانا اصلا كده كده انا ما عنديش حاجه. ان الدول الافريقيه نفسها دول فقيره جدا بطبيعتها وما عندهاش الموارد اللازمه لهذا الامر. فالمفروض ان الدول الكبيره اللي استفادت من الثروه الصناعيه واللي جمعت كل الثروات واللي معاها كل الفلوس واللي معاها كل رؤوس الاموال، انها تدخل تدفع فلوسها او تستثمر اموالها في هذه المشروعات البيئيه داخل الاسواق الناشئه او داخل الدول الافريقيه. وده اللي نادت بيه مصر من اثناء رئاسه الاتحاد الافريقي، من اول ما مسكوا الرئيس السيسي لو خدنا بالنا 2019 في اي تجمع دولي في اي حاجه كانت مصر دايما بتنادي بهذا، دايما الرئيس السيسي تحديدا في كل الخطب الدوليه الخاصه بالاتحاد الافريقي تحديدا بيدافع عن حقوق القاره الافريقيه في هذا الامر. صحيح. ونطلب من الدول الكبيره دي، حضرتك زي ما بوظت صلح. صحيح. يعني حضرتك زي ما افسدت المناخ حاول معانا تعالج المشكله، اديني فرصه انقل لي، اديني رؤوس الاموال اللي بتساعدني ان انا اعمل المشروعات اللي هي البيئيه او المشروعات الخضراء دي عندي في البلد. طب الشيء بالشيء يذكر، يعني الامم المتحده حضرتك اتكلمت عنها عن خطه التنميه المستدامه اللي وضعتها من اجل ان يكون العالم اخضر. مصر ليها خطه ثانيه ربما تناسبها، ربما بلون مصري او افريقي او بلون يناسب هويتها الوطنيه. ما هي خطه مصر التنميه المستدامه 2030 و2050؟ بدانا فيها ايه وناقص لنا ايه؟ هو نقدر نقول ان الخطط الخاصه بمصر في هذا المجال هي تعتبر تمصير لخطه الامم المتحده، يعني انا خدت المبادئ اللي حطيتها الامم المتحده اللي هم ال 17 هدف بتوع التنميه المستدامه وحطيت اللي يناسبني منها بالخطط اللي انا محتاجها، يعني مثلا في حاجات ممكن تكون بالنسبه لي انا كمصر انا محقق فيها شوط كبير جدا وقوي جدا فمش محتاج ان انا ايه ازود فيها، في عندي حاجات تانية لا محتاج ان انا ابذل مجهود اكبر فيها فابدا اديها مساحه اكبر. لو اتكلمنا على الموضوع ده هنتكلم عن اكبر خطه حصلت في وسائل النقل باعتبار ان النقل ده من اكبر مسببات التلوث ومن اكبر مصادر الانبعاثات الحراريه على وجه الارض. فبدانا نبص في مصر على ايه؟ مصر جت عملت شبكه طرق ما تسمحش بالانتظار كتير، لا الطرق كلها تبقى مفتوحه وسالكه وما فيش اي حد بيقف ولا اشارات مرور ولا حاجه زي كده. مصر عملت شبكه ده قلل بكتير جدا الانبعاثات الحراريه، كنت محدش كان يقدر يقف دقيقه في اي اشاره من الاشارات. صحيح. والنهارده انا عايز اقول احنا حتى لما بنلاقي الشارع واقف لاي سبب في حادث مثلا او حاجه احنا مش متعودين على كده، ما بقيناش متعودين على الوقفه في الزحام، فلا الطرق النهارده كلها مفتوحه، عندنا جزء خاص بالتوسع خارج نهر النيل، خارج الوادي الضيق بتاعنا، العاصمه الاداريه الجديده، مدن في الصحراء، لا مش العاصمه وبس، يعني انا حابب برضو الناس تتكلم على العاصمه والعلمين والجلاله وهم دره المدن الجديده، لكن احنا بالنسبه لمصر لا مدن كبيره، كل محافظه اتعمل لها ظهير من مدينه جديده ذكيه، مش بس يعني مدينه جديده، كل محافظه ليها ظهير موازي، كل محافظه ليها مدينه كذا جديده، يعني من اول اسوان، اسوان الجديده، الاقصر الجديده، هنا الجديده، سوهاج الجديده، اسيوط الجديده، طول ما انت ماشي من الجنوب للشمال هتلاقي كل هذه التجمعات السكنيه الجديده داخله بهذا الشكل. الاهم بقى مش في كده، الاهم ان انا بعمل المدن دي ازاي، انا بعملها على الاسس الخضراء دي من دلوقتي، ببدا ان انا اعتمد على تغذيه هذه المدن بمحطات طاقه شمسيه كبيره، واحنا عارفين طبعا اللي عندنا في بنبان محطه بنبان اكبر محطه طاقه شمسيه في العالم طبعا. عندنا الجزء الخاص بان انا ابدا اشغل طاقه الرياح في الظهير الموجود في السويس وفي الزعفرانه في طريق السويس الزعفرانه والغردقه. أيوه. وفي محطه تتعمل في الغردقه في الفتره اللي جايه. عندنا اتفاقيات عديده جدا جدا لانتاج الهيدروجين الاخضر والوقود الحيوي في مصر،
نبدا نتكلم مع الشركات الدوليه تيجي تعمل عندنا هنا المصانع وتنقل لمصر النو هاو بتاع التكنولوجيا ودي اهم حاجه في الموضوع، لان الفكره مش انك تديني منتج وسيبني، لا انقل لي النو هاو واحاول تغير لي طبيعه الشعب واحاول ادخل الحاجات دي في ثقافه المصريين وفي ثقافه الطلاب. لان عايز اقول برضو في جزء مهم ناخد بالنا منه، ان جزء من اولويات التنميه المستدامه ان انا اعلم النشء اللي طالع يعني ايه تنميه مستدامه. بس احنا ابتدينا نشتغل على ده في مناهج التعليم المتطوره الجديده، فلما يكون في عندي في التعليم مجالات النهارده زي مجال هندسه المناخ مثلا، ده مجال جديد بدا يدخل الاسواق المصريه وبدانا نتكلم عليه دلوقتي بشكل جيد. عندنا مجال زي الطاقه المتجدده، ده مجال دراسي هيفتح ابواب عمل لملايين في الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. واظن ان الفتره اللي احنا فيها اللي احنا بنمر بيها حاليا دلوقتي هتدي فرصه وهتحسس الناس باهميه الطاقه المتجدده. دي حاجه بتاعتي انا، ويكون في عندي النولج بتاعها، عندي الفني اللي هيعمل الصيانه، عندي الفني اللي هيركب، عندي المهندس اللي هيصمم، كل ده يبقى موجود في مصر، ودي اهم حاجه في الموضوع. هننقل بعد كده في التنميه المستدامه على الزراعه الخضراء اللي هي ما فيهاش بقى يعني مبيدات، ما فيهاش مبيدات، ما فيهاش مسرطنات، ما فيهاش الحاجات دي كلها، لا هي زراعه زي ما حصل في بدايه الخلق لحد النهارده يعني، بس باسلوب قصدك الاورجانيك مش الخضراء. اورجانيك بالظبط، ايوه، بس بشكل محترم، بشكل كويس، بشكل مناسب، يطلع لي الحاجه بالمواصفات اللي انا عايزها، يطلع لي الثمرات بالشكل اللي انا عايزه، مطابق للمواصفات الدوليه،